والله كان جيت رئيس بلدية نخدم بالقانون، نطبق القانون على الناس الكل. الشط هذا نحلوه للشباب. شنو نعمل؟ نحل مرشي آخر البرة أنا. هاي. نحل مرشي آخر البرة ومعناتها هو كان النصاب اللي البرة قدام المرشي نوسع لهم شوية معناتها يخدموا على أرواحهم. هم اللي بالواجب. أكل الانتصاب الفوضوي وكل ماء وكل زازار تنزح في الدم في الكياس وكل حواطة على الكياس وكل صخ وكل مزيلة وكل ريحاناتنا وكل زبلة كل كي نخضع لها. نعمل ضواء للشارع خاطر الحومة بتاعنا ظلمة. كان جيت رئيس بلدية نحل المكتبة متاع العمومية 24 ساعة على 24 خاطر مكتبتنا تسكر نهار اثنين ونهار السبت. دونك طلبوا ما تنجمش تجي دق. أول حاجة لازم نخدم عليها هو البحر، هو الشط، هو الفضاء السياحي، انه يلزم الطريق الشاطئ يكون عنده رونق خاص، مساعدة المشاريع ذات الصبغة السياحية وذات الصبغة الاستثمارية في المجال السياحة، وهذا تقريبا اكبر انجاز نجمو نعملوه. نوفروا لهم المكاتب في الليسيات خاطر ما فماش حتى مكاتبنا ماهمش معبين بالكتب اللي نسحقوهم واللي نحتاجوهم، لازمهم يتوفروا لنا. جيت رئيس بلدية اول ما نبدا بمرشي نفيذة. اول ما نبدا مرشي نفيذه لانه هو الجوهر بتاع البلاد. نظف التواليتات، نزيد ماتريال، ونجيب منظفين، ونجيب بوبال، ونزيد في الجرده شويه ماتريال.